النهاردة بنستغل الفرصة وبنقول لقداسة البابا توادرس كل سنة وقداستك طيب، وبندعي ربنا إن ربنا يديله باستمرار الصحة. وإحنا كلنا طبعا عارفين إن القديسة دميانة من القديسات والشهادات اللي غاليين قوي على قداسة البابا، وإزاي إن هو بيعتز بالقديسة دميانة وبالأيام اللي كان بيقضيها هنا في البلد. ودي حاجة كلكم عارفينها، وإحنا بنطلب شفاعة القديسة دميانة من أجل قداسة البابا، وإن ربنا يديله الصحة ويمتعه بكل عافية، ونفرح بوجوده في وسطينا باستمرار. مع تذكارات أبائنا الشهداء والقديسين دايما نفتكر الآية أو الوصية اللي موجودة في الكتاب المقدس: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فإحنا جايين نحتفل بتذكار استشهاد القديسة دميانة، وطبعا العيد عرس قانا الجليل، بنيجي علشان خاطر نطلب شفاعة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء، وفي نفس الوقت جايين علشان نتعلم منهم ومن حياتهم ومن محبتهم لربنا. ربنا يعوضكم كل خير، ويعوض سيدنا الأنبا صليب، ويعوض سيدنا الأنبا أغناطيوس في وجودهم معنا، ونسمع كلمات الروح القدس على فم نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى وكل توابعها.